الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. وفيكم بارك. طيب، ما زلنا مع كتاب الموافقات، وكتاب الموافقات ما زلنا مع الكلام على مرتبة العفو. مرتبة العفو ونحن تكلمنا عنها في النظر في الضوابط ما يدخل تحت العفو والذي لا يدخل تحت العفو، وتكلمنا عنها في المسائل التي ينحصر فيها ثلاث أنواع. النوع الأول وهو الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض، والثاني الخروج عن مقتضاه من غير قصد، يعني بتأويل وبغيره، يكون هذا أيضا في محل العفو. قد تقاس ولها تفصيل آخر سأفسره بعد ذلك. نعم. والثالث هو العمل بما هو مسكوت عنه عن حكمه رأسا. إذن النوع الثاني اللي هو المعفو عنه الآن، الكلام عن العفو هنا، والعفو الأصل فيه كما بينا في الحلقات الماضية والدروس الماضية بأنه حكم أخروي، ليس حكم دنيوي، هو حكم أخروي. نعم. فهنا الخروج عن مقتضى الدليل من غير قصد، خرج عن مقتضى الدليل، على لوازم الدليل، عن مقتضى الدليل، خرج عنها من غير قصد، ولازم تضع تحت من غير قصد خط لتعلم أن هنا هل ينزل تحت العفو أم لا، أو عن قصد لكن بتأويل، يعني يعفو عن التأويل هذا لو خالف الدليل أم لا. نعم. فمنه الرجل يعمل عملا على اعتقاد إباحته لأنه لم يبلغه دليل تحريمه أو كراهيته، يعني كمن شرب الخمر ولم يعلم أن الله تعالى حرمها، أو كمن تزوج بغير ولي ويعلم وما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها مثلا. فنقول هنا أو يتركه معتقدا إباحته، إذا لم يبلغه دليل الوجوب أو الندر، كقريب العهد بالإسلام لا يعلم أن الخمر محرمة فيشربها، أو لا يعلم أن غسل الجنابة وارد فيتركه، وكما اتفق في الزمان الأول حين لم تعلم الأنصار طلب الغسل من التقاء الختانين، وهذا أيضا ليس الأنصار فقط بل والمهاجرون ما كانوا يعلمون، لأن عثمان بن عفان كان يقول يغسل ما أصابه منها، ومثل هذا كثير يتبين للمجتهدين. وقد روي عن مالك أنه كان لا يرى تخليل أصابع رجلين في الوضوء ويراه من التعمق، حتى بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل يعني الأصابع، فرجع إلى القول به، وكما اتفق لأبي يوسف مع مالك في المد والصاع حتى رجع إلى القول بذلك. يبقى إذن هو إذا خالف الدليل، خالف مقتضى الدليل بنسيان بسهو أو بتأويل، وطبعا التأويل أصحاب التأويل هنا عند الله جل وعلا يجتهدون، والمجتهد يصيب فله أجران ويخطئ فله أجر واحد. سأجيب عن الأسئلة بعد الأسئلة لا محل بعد الدرس إن شاء الله أجيب عنها. ولذلك أنت ترى هنا كان الصحابة الكرام منهم من كان يجامع فلا ينزل فلا يغتسل ويعمل بذلك دهرا، وكانوا يقولون في أول الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر قال فاغسل ما أصابك منها، قال اغسل ما أصابك منها فقط، ما قال لا اغتسل، وقال منه الوضوء. ولذلك أبي بن كعب من الأنصار كان يقول منه الوضوء، وعثمان بن عفان من المهاجرين كان يقول منه الوضوء، حتى انتهى الأمر في النزاع إلى أن وصل إلى عائشة رضي الله عنها وارضاها، فقالت على الخبير، أنا خبير بهذا، على الخبير سقط إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل. ولم يبلغهم لذلك كان عفو، يعني كان ما يفعلون ما يقولونه ويفتون به عفو. الإمام مالك كان ينكر تخليل الأصابع حتى جاءه الأثر فعمل به، لكن هذا عفو بالنسبة له، لأنه كما قلنا الخروج على المقتضى الدليل بنسيان أو بجهل أو بتأويل فهذا عفو، وقلنا أن أصل عفو حكم الأخروي وتابعه أمر الدنيا. ومن ذلك العمل على المخالفة خطأ أو نسيانا، ومن يروى من الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا خطا مهما جدا، وهذا أيضا من رحمة الله على عباد الله، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإن صح فذلك وإلا فمعنى المعنى متفق عليه، بل الحديث صحيح، الحديث
صحيح. قال مما يجري مجرى الخطأ والنسيان في أنه من غير قصد وإن ولد القصد الإكراه المضمن في الحديث. وقال وأبين من هذا العفو عن عصرات ذوي الهيئات. معنى هذا كما قلنا حكم أخروي، لكن الحكم الدنيوي إيش يكون تابعا له. لذلك فإنه ثبت في الشرع إقالة العصرات في الزلات، الزلات والعصرات لذوي الهيئات، وهذا أيضا يتحكم فيه مقاصد الشريعة، هذا يتحكم فيه مقاصد الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة والصلاح، تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة والصلاح. وإن كان إسناده فيه ضعف لكن المعنى صحيح. وقد قال أقيلوا ذوي الهيئات العثرات. وروى العمل بذلك عن محمد بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم فأنه قضى به في رجل من آل عمر بن الخطاب، شج رجلا وضربه، ضرب رجل فيعني فتح رأسه شجه، فشج رجلا وضربه فأرسله وقال أنت من ذوي الهيئات، لأنه من آل عمر بن الخطاب، قال أنت من ذوي الهيئات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات العثرات. وإن كان هذا الأمر فيه نظر أن يستدل به على العفو، فيه نظر في هذا الباب، لكن في نهايته كما قلنا بأن الأمر هنا تحقيق مقاصد الشريعة في المسألة، هو أراد أن يضرب لك الأمثلة والصور على مسائل العفو الذي جاء الشرع بالعفو بها، سواء رفع الجناح والإثم كالحكم الأخروي والدنيا ويكون تابعا له. وفي خبر آخر عن عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال استأدى علي مولا لي جرحته يقال له سلام البربري إلى ابن حزم، فأتاني عمرو بن حزم فأتاني فقال جرحته؟ قلت نعم. قال سمعت خالتي عمرة تقول قالت عائشة رضي الله عنها أرضها أقيلوا ذوي الهيئات العثرات، فخلى سبيله ولم يعاقبه. وهذا لابد أن يعرف هنا الآن، أقيلوا ذوي الهيئات العثرات، لهم زلات، لهم سقطات، لهم أهنات، بشر، هم ليسوا ملائكة. طيب يا داليا، يعني ممكن تسألينا يعني الأشياء التي لم تفهميها اسألينا عنها ونجيبك عنها، يعني لو تسأليها نجيبك عنها إن شاء الله. متهيألي التفسير سهل، يمكن هنا في شيء من الصعوبة لكن هو التفسير سهل، فإن شاء الله نجيبك عنها بإذن الله. بعيدا هنا قال عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات العثرات، أقيلوا ذوي الهيئات العثرات، وإياكم جزاكم الله خيرا يا دكتور، أقيلوا ذوي الهيئات العثرات. هنا قول عائشة رفع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه دلالة أنه لابد الإنسان أن يعرف الفوارق والفواصل أيضا، أو الفواصل بين مكانات الناس ومراتب الناس، بين مكانات الناس ومراتب الناس. أمرنا أن ننزل الناس منازله، قال الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله. قال أقيلوا ذوي الهيئات العثرات، كما قلت هذه من باب إنزال الناس منازله، ومرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. طيب، وهذا أيضا من شؤون رب العزة عندما قال ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وإن كانت من الأحكام الأخروية، إحنا قلنا الأحكام الدنيوية تكون تابعة له. وأقرب من هذا أيضا ما جاء من الآثار الضعيفة ولكنها يعني تتعاضد، والمعنى صحيح اتفق عليه الأمة، درء الحدود بالشبهات، فإن الدليل يقوم هناك مفيدا للظن في إقامة الحد، ومع ذلك إذا عرضته شبهة وإن ضعفت غلب حكمها ودخل صاحبها في حكم العفو. وتعرض له الحدود بالشبهات كما قلت رفض الاحتجاج به بعض الحنابلة، لكن الجماهير يعملون به، وقد يعد هذا المثال مما قلت فيه الدليل بالتأويل، وهو من هذا النوع أيضا. ولذلك هم يرون بأن أدنى شبهة يضرب بها الحد، أدنى شبهة يضرب بها الحد. وأنت ترى حتى في الحدود بالذات الأصل فيها في حق الله جل وعلا المعافاة، ولذلك الإقرار يفتح له الباب ليرجع عنه، أما رأيته
أنه كان يلقن ماعزا ويقول لماعز لعلك قبلت لعلك فعلت لعلك فعلت من أجل ألا يقيم عليه الحد. حتى لما تراجع قال هلا تركتموه هلا تركتموه هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. ومثال مخالفته بالتأويل مع المعرفة بالدليل ما وقع في الحديث في تفسير قوله تعالى ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ولكن هذا التمثيل بهذا فيه نظر. قدامة بن مذعون شرب الخمر قال له عمر بن الخطاب يعني قال فقال العمر إن كنت شربتها فليس لك أن تجلدني. فقال عمر ولما ما الذي يمنعني أن أجلدك وأنت قد شربت الخمر؟ قال ولما؟ قال لأن الله يقول ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فقال عمر إنك أخطأت التأويل يا قدامة، إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله، إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله جل وعلا. قال القاضي إسماعيل وكأنه أراد أن هذه الحالة تكفر ما كان من شربه لأنه كان ممن اتقى وآمن وعمل الصالحات وأخطأ في التأويل، فبخلاف من استحلها كما حديث علي بن أبي طالب، ولم يأتي في حديث قدامة أنه حد، والصحيح أنه حد، الصحيح أنه حد، حده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. لكن يمكن أن يقال في هذا الباب أنه قد ينزل في حكم العفو من ظهر تأويله وأراد إصابة الحق فلم يصبه، ولأن الحديث ظاهر جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فلما جعل الله له أجرا كان الخطأ الذي وقع فيه معفوا عنه. كان الخطأ الذي وقع فيه معفوا عنه. ومما وقع في المذهب في المستحاضة تترك الصلاة زمانا جاهلة بالعمل أنه لا قضاء عليها فيما تركت، ولو طالب المستحاضة والنفساء الدم فلم تصلي النفساء ثلاثة أشهر ولا المستحاضة شهرا لم يقضيها ما مضى إذا تأولت في ترك الصلاة دواما بهما من الدم. وقيل في المستحاضة، طبعا هذا ظاهر جدا لأن المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر، وجلست سنوات على ذلك ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة فكان في حكم العفو. والرجل الذي جاء يصلي أمام النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وطب وخلاص في هذه الصلاة والذي سبق من هذه الصلوات لم يقل له نسلم اخضها، كانت في حكم العفو، كانت في حكم العفو. ولذلك إن كان كثيرا فليس عليه قضاء بالواجب. وفي سماع أبي زيد عن مالك أنها إذا تركت صلاة بعد الاستظهار جاهلة لا تقضي صلاة تلك الأيام، واستحب ابن القاسم لها القضاء، فهذا كله مخالفة للدليل مع الجاهل بالتأويل والتأويل، فجعلوه من قبيل العفو. ومن ذلك أيضا المسافر يقدم قبل الفجر فيظن أن من لم يدخل قبل غروب الشمس فلا صوم له، أو تطهر الحائط قبل طلوع الفجر فتظن أنه لا يصح صومها حتى تطهر، يعني حتى تطهر قبل الغروب، فلا كفارة هنا وإن خالف الدليل، لكن عليهم إيش؟ عليهم القضاء، لأنه هنا تأويل والتأويل يمنع الكفارة، التأويل يمنع الكفارة، فكان في حكم إيش؟ التعدي، هذا كان تعدي بتأويل، فحكمه حكم العفو، حكمه حكم العفو، لكن عليها القضاء، عليها القضاء وعليه القضاء. يبقى إذن جملة هذا الباب وهو أنه في حكم العفو أن يكون من تطهر من الخروج عن مقتضى الدليل، هنا في الحالة الثانية في حكم العفو الخروج عن مقتضى الدليل إما بالجهل أو النسيان أو التأويل فهو معفو عنه، فالتأويل هنا وإن كان خطأ معفو عنه، وأصله في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وهذا كما قلت مقتضى الحديث. وإذا كان هذا بالتأويل وإن كان بخطأ والنسيان أيضا لا شيء عليه، فهو في حكم العفو، في حكم العفو، وإن كان أيضا بالجهل لأن الجهل أخو النسيان، فالجهل أخو النسيان أيضا، الجهل أخو النسيان، فالجهل يكون في حكم العفو. الرجل لما صلى كان يجهل، يصلي صلاة أخطأ فيها وكان يجهل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي،
كان هذا من باب الجهل، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالعفو، ما قال له أعد الصلاة إلا هذه الصلاة. فيكون هنا حكم العفو أيضا الخروج عن مقتضى الدليل كما قلنا، إما بالنسيان أو الجهل أو التأويل الخطأ، فيكون في حكم المعفو. الله المستعان. ثم قال النوع الثالث هو العمل بما هو مسكوت عنه عن حكمه في نظر، وهذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. لو في أي سؤال في هذا الباب أنا تحت أمركم. وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة العفو هذه مسألة مهمة جدا، لتعلم أن الإنسان في هذا الباب هل هو محاسب، هل هو معاقب أم لا. هي مسألة صراحة من الأهمية بمكان، لتعلم محل العفو ولما يكون العفو، وفي هذا العفو هل يستلزم حكما دنيويا وحاول أن كان العفو على الحكم الأخروي. المسألة فيها ما فيها من التدقيق، تدقيق النظر في هذا الباب.